فن السيرة الذاتية والمذكرات عالم مليء بالتجارب والأفكار. نستعرض معكم وقفات من مذكرات ذهب أصحابها وبقيت آثارهم، نلتمس فيها بعض العبر ونستخلص من خلالها مواقف رجال السياسة والأدباء والمصلحين. يعني كتب المذكرات فيها بدائع من أسرار التاريخ وأسرار السياسة وأسرار علوم الاجتماع، والقصص التي ترى فيها كيف يتصرف الساسة والزعماء والقادة والعلماء، المحن التي تجاوزوها، المواقف الشديدة التي صنعتهم. الذي نريد الآن نتطرق إليه، لأن شكيب أرسلان له وعي مبكر في قضية وحدة المصير وربط التفريط في طرابلس، وهذا كان تسمى بهذا الاسم، طرابلس لم تكن اسم ليبيا موجود في ذاك الوقت. التفريط في طرابلس هو تفريط في الشام نفسه. وكما أن تاريخ الشعوب والأمم رصيد من تاريخ الإنسانية، كذلك مذكرات قادتها فهي امتداد لها وجزء من حياتها. ولا تخلو المذكرات من فائدة علمية أو مواقف إنسانية أو طرفة أدبية. كان بطرس غالي اللي هو كان الأمين العام للأمم المتحدة، كان يكتب يومياته، فهو كتب طريق مصر إلى القدس، هذا كتاب فيه يوميات كان بديفيد، وكتابه الثاني 5 سنوات في بيت من زجاج كان يومياته وهو أمين عام للأمم المتحدة. فكان من مشكلات هذين الكتابين بالنسبة له أحمد منصور في شاهد على العصر، كان يقول له ده كلامك أنت، يقول له يا عم أنا كنت غلطان. اطلع على شهادات عاصرت الحدث وتعاملت معه. اخترنا لكم في هذه الحلقات شخصيات قادة سياسيين وعسكريين ودعاة ومصلحين مع اختلاف انتماءاتهم من إسلاميين وغربيين وتنوع أزمانهم من معاصرين وسابقين. ننتقد أحيانا ونصوب أحيانا أخرى. دقيقة أستاذ محمد، هنا ربما في هذه الرواية، وهي كما ذكرها حتى بعض الضباط الأحرار، لكن يبقى أن هناك نوع من التناقض، هناك حلقة مفقودة. هذه العقلية من التنظيم التي تقوم بإعداد مثل هذا الانقلاب وهذه الحماية وهذه القوة، وربما كانت انقلاب عبد الناصر مجرد هو اتخذهم وسيلة، لكن يبقى الهدف دائما ليس الحكم على الآخرين بل العبرة والموعظة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، تابعوا معنا برنامج ويبقى الأثر في موسمه الثاني مع ضيفنا الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية.